يا ريت اقدر ارجع لك ابتسامتك. تعرف ان خبرتي في الكيمياء كبيره، لكن الخوف ليس له دواء. انا عمري ما شفتك خايفه. وهو في حاجه تزرع الرعب في القلوب اكتر من ذبح الانسان؟ حسن، انا عرفت التفاؤل دايما عنك. أين يا قدير بعطية من عندك؟ أقول لك على اللي يبدد خوفك ويدي روحك الأمل؟ افتحي الدكان يا حسن، اشغلي نفسك بالعمل، ده أحسن باب للنسيان اللي شفتيه وفزعك. اعملي الدواء ووصفات، خفيفي ألم الناس وأوجعهم، ده يخفف من بعض ألمك.